أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه
ملك السماوات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا صدق الله العظيم. ربنا ما خلقتها سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم فطلال من سمع حضرتكم وزلكم العالم القرآن الكبير فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ إبراهيم عبد العزيز بركات القارئ المعروف ومكتب الشوكة الحاضرة تبع لمركز ومدينة خوشيسة إذا أعطيكم على قوة كبيرة
الحادثة الكبرى المخزن وتحلال المعلم عبد المنصف عوض صالح ابو بلاوة المقيم والمعروف من اصلاح مريضة حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.